مشاهدينا الكرام، والحديث أكثر عن المستجدات العراقية انضم إلينا الأستاذ صالح العبساوي وهو محلل سياسي. مرحبا بك أستاذ صالح. دم شهيد لا يزال حارا، مختطف لا تزال حياته مجهولة، ضابط أمن في جهاز المخابرات الوطني يغتال وضح النهار، ضابط في شرطة يغتال أيضا على يد جهات متنفذة، دعني أسميها إنجاز للتعبير. أي حكومة هذه التي لا تحمي رعاياها ورجالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين. بداية الموضوع يبدو أنه لا يحتمل أن تكون هناك أحداث، خصوصا العراق مقبل في الشهر العاشر منه على انتخابات مهمة وجوهرية تحدد مصير العراق، وهي انتخابات يمكن أن يخرج من رحم هذه الانتخابات حكومة ديمقراطية، وعلى من يتحمل مسؤولية سواء كان في وضعية انتخابات أو هيئة نزاهة أو الحكومة العراقية الحالية برمتها اللي تحمل أن تستعد وتكون جاهزة بحيث جهوز فعلي من الناحية العملية قادرة على ضبط الأمن من جهة. يا أخي يا أستاذنا العزيز، الديمقراطية لا تعني انتخابات فقط، وإنما تعني أن هناك حصر العنف بيد الدولة، وأن تكون هناك مؤسسات تقصد حصر السلاح بيد الدولة، مؤمن بها، وأن تكون من المفترض أن لا تكون الدول عنيفة تجاه أبنائها، أو ليس كذلك؟ أنا أقصد من يحمل السلاح يجب أن يكون حمل السلاح حصرا بيد الدولة، لا يجب أن يكون يحمل العنف هو الأفراد العشائر أو الجهات المسلحة التي تنتمي إلى فصائل وغيرها، وبالتالي يشوب تلك الديمقراطية عيب كبير وجوهري. لا يمكن أن تجري انتخابات بدون تماسك تلك العناصر المهمة والجوهرية لبناء ديمقراطية حقيقية ممكن أن تؤدي إلى بلد يعني مستقر وآمن. وبالتالي السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، المؤسسات الديمقراطية حقيقية سواء كانت هيئة نزاهة أو مفوضية انتخابات أو مجلس قضاء فعلا قادر على أنه يكون إنفاذ القرارات التي تصدرها باتجاه الفاسدين أو باتجاه. طيب أستاذ صالح، قبل أن ندخل إلى ملف الانتخابات الذي يبدو أنه شائكا، هناك ملف آخر، ملف أن الشعب يتساءل عن من الجهات التي تغدر بالناشطين المدنيين. هل وجدنا إجابة مقنعة من الجهات المسؤولة من الحكومة تحديدا لذوي الضحايا؟ أين دماء أبناء ذوي الناشطين؟ ماذا على الحكومة أن تفعل؟ من يتحمل المسؤولية؟ نعم طبعا من الناحية الديمقراطية رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الأول عن ما يحصل في العراق، وبالتالي على الحكومة أن تكون جاهزة فعليا لإدارة ملف الأمني. الناشطين والمطالبين بالإصلاح والتظاهرات الحقيقية التي جرت، ما يتعرض له هؤلاء الشريحة من غبن وتصفية، أعتقد أنها ستكون عيب كبير على الحكومة العراقية، وبالتالي لا يمكن القيام بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي أولا، وباتجاه شعبها الذي منحها من خلال البرلمان العراقي منحها الثقة في أن تدير العملية الانتخابية وممكن أن تدير البلد نحو الأمان. أعتقد ما يتعرض له الآن هذه من التصفيات هي جراء الفوضى والترهل الحكومي، الترهل الحكومي الذي يبدو واضحا في الأجهزة الحكومية، سواء كانت الأجهزة الرقابية المهمة مثل استخبارات أو أمن وطني أو غيرها، يبدو أنها عاجزة عن التشخيص، أو إذا شخصت هذا الموضوع يبدو أنها غير قادرة على إنفاذ الأمر من خلال الجهات العليا التي تتصدى لأي تقارير ممكن تؤدي إلى كشف الحقيقة. أعتقد على المؤسسات الرقابية أن تصرح علنية سواء وزارة الداخلية أو غيرها، وبشكل علني وصريح من هي الجهات المسؤولة. أعتقد أن الموضوع يتجه باتجاه الفوضى، وهذه الفوضى تتصاعد شيئا فشيئا نحو انتخابات، لأن انتخابات مصيرية، انتخابات تشكل مستقبل العراق وتشكل شكل الحكومة ونوعها في المستقبل. على الحكومة الحالية أن تكون قادرة على مواجهة هذا العنف المتزايد
لأنها قطعا هناك من يملك الطموح في الصعود للبرلمان، وهناك من يملك الأموال، وهناك تدخلات خارجية، وهناك كثير من الأمور يمكن أن تؤدي إلى تصادم وعنف. هذا العنف يجب أن يوقف بأسرع وقت إذا كانت حكومة جادة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. نعم، أرحب بك مجددا أستاذ صالح في نشرتنا الرئيسة. يعني هناك العديد من الملفات العالقة والتي تقف اليوم أمام نصب الحكومة لحلحلة هذه الملفات بالمحصلة بما ينعكس على الواقع المعيشي للمواطن العراقي. ولكن في سوح التظاهر إلى الآن الملف الأهم والذي يتصدر الملفات هو ملف قتلة المتظاهرين. هل تعتقد بأن الحكومة اليوم أمام اختبار صعب من قبل الشعب العراقي ومن قبل المواطن العراقي بما يخص هذا الملف تحديدا؟ قطعا الحكومة الحالية هي محرجة جدا في اتجاه انه توضح للشعب العراقي ماذا جرى في الفترة الماضية، وهذا امر مهم جدا. اذا فعلا كانت الحكومة الحالية جادة في هذا الموضوع عليها ان تعلن بتقرير مفصل عن قضية من قتل المتظاهرين، وبالتالي هذا الموضوع اعتقد سيقفز بالعراق وسيقفز بالعملية الديمقراطية للامام، لانه لا توجد عدالة في ظل عنف، لا توجد ديمقراطية في ظل عنف، لا توجد حكومة ممكن أن تستقل ويطمئن إليها الشعب العراقي في ظل وجود عنف ووجود قتل. البلاد تعيش في مأمن وفي مأمن في ظل حكومات آمنة ومستقرة، وفي ظل وزارات داخلية، وفي ظل استخبارات وأمن وطني ممكن أن تطمئن لي. أما وجود قتل في بعض المحافظات وضد متظاهرين وضد من يتبنون عملية الإصلاح وضد من هم لهم النية في إجراء في الدخول للبرلمان العراقي وبسط رؤيتهم الانتخابية والبرلمانية على شكل الخدمات المقدمة للعراق وعلى شكل الحكومة ويتعرضون إلى عنف وقتل، هذا أعتقد ملف كبير جدا. نعم، ولكن للحكومة نية جدية في أنه تفتح صفحة بيضاء عليها أن تعلن وبشكل علني، أعتقد هذا سيكلفها الكثير من الأمور، وربما قد يطيح بالحكومة إذا أعلنت عن كامل تفاصيل يعني الحوادث التي جرت. نعم، ولكن أستاذ صالح كان هناك تصريحات سابقة من قبل الحكومة بأن ووعود بكشف هذا يعني بكشف قتلة المتظاهرين، ولكن على أرض الواقع ليس هناك أي تطبيق لهذه الوعود. هل نستطيع أن نقول أن الوعود الحكومية هي إبر تخديرية للشارع العراقي اليوم؟ للأسف ترحيل الأزمات هو ديدن المستشارين وديدن الحكومات التي سبقت الحكومة الحالية. ترحيل الأزمات والوعود باتجاه أنه ممكن أن تحل في المستقبل، هذا صفة غالبة على كل الحكومات العراقية السابقة، وأعتقد هي سبب الوبال على هذا الموضوع. يجب أن تكون الحكومة العراقية صادقة، الحكومات الحالية أقصد، أن تكون صادقة ونية جدية. طالما هي اكتشفت أن كل ترحيل الأزمات يؤدي إلى انفجار ويؤدي إلى عنف متزايد، تعرفين حضرتك أنه كل الأحداث اللي جرت في حكومة عادل عبد المهدي كانت هي ليست نتيجة حالة لمدة شهر أو شهرين، وإنما كانت نتيجة صدامات وأمال مقطعة وطموحات قتلت على يد حكومة عادل عبد المهدي، فكانت الانفجار. أعتقد على الحكومة الحالية أن لا تستعمل نفس الأسلحة ولا تستعمل نفس الوعود، وأن لا سياسة ترحيل الأزمات هي سلاح كبير جدا يؤدي إلى موت الطموحات، وبالتالي يشعر الإنسان ويشعر الشعب العراقي أنه لابد له من التغيير حتى لو بالعنف وحتى لو بإجراءات. طيب أستاذ صالح، بتجربة الديمقراطية. نعم أستاذ صالح، أنت تقول أن إعلان النتائج قد يطيح بالحكومة، وأنا بودي أن أستمع منك إلى نصيحة. هناك شخص مسؤول لا يستطيع أن يقدم إجابات واضحة لأبناء الشعب العراقي، ما الذي عليه أن يفعل؟ يبقى جالسا وينتظر السهام ويحاول أن يصد بمصد الحكمة كما يعتقد هو، أم عليه أن يوجد شخصا قادر على أن يعطي إجابات؟ لأنك حذرت الحكومة الحالية من مصير مشابه لما مرت به حكومة عبد المهدي.
كل شخصيات التاريخ، يعني نصيحاني يعني بحكم تجربتي البسيطة، كل شخصيات التاريخ التي دخلت، الشخصيات الوطنية دخلت التاريخ من باب أنه تقف مواقف مشرف، والرجال توصف من خلال مواقفها. فإذا كانت الحكومة الحالية موقف، يجب أن تعلن هذا الموقف بشكل صريح، وكل الرجالات تذكر بمواقفها. وإذا كان السيد الكاظمي موقف يمكن أن يذكر للتاريخ، فعليه أن يعلن بصراحة من هو ضد المواطن، من هو الذي قتل المواطن، وبخلاف من ذلك الذي هو من الذي أشاع لغة الفساد، ومن هو الذي وبخلاف ذلك سيكون مروره حال رؤساء الوزراء السابقين، وإذا لم يلعن في فترة سابقة سيكون هو مصيره مصير رئيس رؤساء الوزراء السابقين، وبالتالي لا دور له سواء في عملية تزايد الترهل وتزايد الأزمات وفي تزايد حالة النقمة ضد الحكومات، وهذا لا ينفع الجميع، وهذا سيغرق السفينة التي تحتضن العراقيين جميعا. أنا أدعو من كل قلبي للسيد الكاظمي أن يكون جريئا بشكل أكبر من الشكل الحالي، وأن يلتمس من خلال المستشارين، وأن يقوي الجهات القضائية بشكل أقوى وجهات الرقابية. لأن يا سيدي نحن في لغة القانون لدينا السلطة بلا رقابة عصابة. لو إن التجينا إلى هيئات النزاهة وإلى الرقابة المالية وإلى مجلس القضاء بدعم هؤلاء السادة القضاة الأبطال بمواجهة حالة الفساد الموجودة، أعتقد بأننا سننتقل بالعراق إلى موقف أقوى، حتى لو كانت تضحية بشخص السيد الكاظمي، لكن قطعا سينال الخلود وسينال، نرفع له القبعات تحية وإكراما له لما قدمه للشعب العراقي في كشف حالة الفساد وحالة من قتل العراقيين في الفترة الماضية. أستاذ صالح، بالحديث عن الانتخابات المقبلة، هناك العديد من العوامل التي تهدد الاستحقاق الشعبي الوطني الذي من المفترض أن يعني يأتي بالتغيير للعراق والإتيان بالإصلاح إن أردنا أن نتحدث، ولكن هناك عامل مهم يهدد الاستحقاق المقبل وهو المال العام واستغلال المال العام، إلى درجة أن البعض قال أن خطره على الانتخابات أشد من خطر السلاح المنفلت الذي بات يصول ويجول في العراق. ما تعليقك على ذلك؟ نعم، يعني كما استفدت أن الديمقراطية ليست انتخابات فقط، وإنما الديمقراطية هي مؤسسات، يجب أن توجد هناك مؤسسات قانونية صحية، يجب أن تكون هناك مؤسسات رقابية، يجب أن تكون هناك عدالة في القوانين، وبالتالي وجود هذه العدالة إذا أصابها خلل في وجود مال فاسد لدى بعض السياسيين، هذا المال الفاسد هو نابع من المال العام الذي استطاع هؤلاء الفاسدين السيطرة عليه، وبالتالي تسخيره لمصالحهم الشخصية. اليوم الانتخابات في العراق ليست كبيرة جدا في الفهم، وليست كبيرة في التطبيق، فهي تحتاج إلى أن تكون هناك صاحب رأس مال تستغل حاجات ومعاناة الأهالي في تبليط الطرق وفي غيرها، وفي استحقاقاتهم الطبيعية في المياه وفي التعليم، وبالتالي ممكن تحصد كثير من الأصوات. هذا المال ممكن أن يؤدي، يعني وجود هذا المال ممكن تفسيره من أنه هو نتيجة المال الفاسد الذي استولى عليه الفاسدين من أموال الدولة، وأيضا قد يكون خطره قليلا جدا، لكن لو هذا المال الفاسد استعمل في دعم السلاح ودعم الميليشيات يمكن يكون خطره أكبر، وبالتالي العملية الديمقراطية وعملية الانتخابات ممكن أن لا تجري بصورة حرة، لأن تعرفين الانتخابات يجب أن تكون حرة ونزيهة وقبول لنتائج الانتخابات، حتى وإن كانت حرة ونزيهة أن تكون الحرية تكون بإرادة الناخب، يعني الناخب يذهب بإرادته لاختيار المرشحين دون ضغط أو إكراه، وأن تكون نزيهة من خلال عمليات الاختراع التي جرت فيها بشكل صحيح، وأيضا وأن تكون قبول لنتائج الانتخابات، فلا تكفي أن تكون حرة ونزيهة، يجب أن تكون مقبولة نتائج الانتخابات لدى الجميع، وأقصد لدى الشعب العراقي. فعلى كما يعني بينت أنه الجهات الرقابية مهمة جدا في السيطرة على هذا المال الذي يعتبر يد الضاربة في كسر إرادة الناخبين وفي لي أذرع الانتخابات في أن تجري إلى مبتغاها الصحيح وأن تخرج بنتائج يقبل بها الشعب العراقي. نعم، المحلل السياسي الأستاذ صالح العبساوي، شكرا جزيلا على هذه الإحاطة. قناة دجلة تكفل لكم حق الرد.
راسلونا على news@dijla.tv.